ولد الإعلامي السعودي فهد الحمود عام 1958، يعتبر من كبار مذيعي التلفزيون السعودي، حيث عمل لأكثر من 33 عاماً. ولد في عام 1378 للهجرة في مدينة ثرمداء، درس حتى الصف الرابع الابتدائي هناك، ثم انتقل إلى الشقراء ودرس هناك حتى أنهى المرحلة الثانوية. بعدها انتقل إلى الرياض ليدرس في الجامعة، وهو خريج كلية الآداب بجامعة الملك سعود قسم اللغة العربية. كان ينظم وقته بين العمل في التأمينات الاجتماعية والدراسة في ذلك الوقت. استمر في هذا العمل حتى تخرجه من الجامعة، وبعد تخرجه في عام 1404 للهجرة، وأثناء رحلة إلى تونس التقى بزميل له خلال أيام دراسته الجامعية يدعى عبد الله الفردي على متن الطائرة، عرض عليه الانضمام لفريق التلفزيون السعودي. وبعد عودته من تونس توجه لمقر التلفزيون وأجرى تجربة لقراءة نصوص من الأخبار لاختبار لغته وآدائه، فتمت الموافقة على تعيينه بالتدرب لمدة 20 يوما. ثم انتقل إلى الهواء كمذيع فترة ربط البرامج لمدة 4 شهور، ليبدأ بعدها بتقديم مواجيز الأخبار. ثم بعد عام انتقل إلى تقديم نشرات الأخبار، ولم يطل الحمود على شاشة القناة السعودية وحدها، بل عمل لمدة 18 عاما كمراسل متعاون لقناة MBC في الرياض، مع بقاء عمله في التلفزيون السعودي. تقاعد في عام 1437 للهجرة، وكان تقاعده مبكرا بعام واحد، ويعود السبب في الأمر إلى شؤون إدارية كانت تزعجه وقتها حسب ما كشفه في لقاءات صحفية. في يوم 13 من إبريل عام 2020 عاد للظهور وقدم نشرة أخبار على شاشة القناة الإخبارية ضمن مبادرة من عودة المذيعين المخضرمين للشاشة. توفي في يوم السبت 16 من يناير عام 2021. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.